السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بيكم اعزائي المتابعين قناه اي كي تيتش على اليوتيوب او قناه اسلام خليفه على اليوتيوب. النهارده باذن الله هنكلمكم على موضوع مهم جدا. لو انت عندك قناه على اليوتيوب وبتستخدم برنامج مونتاج سواء الكونتازيا ستوديو او اي برنامج مونتاج زي السوني فيجاس او الافتر افكس او البريمير، فانت لازم تستخدم الموقع ده في مونتاج الفيديوهات الخاصه بيك على اليوتيوب. الموقع اللي بملكه حاليا موقع اسمه بنتجري، موقع بيقدم لك مجموعه مهمه جدا من قوالب شعارات لوجو خاليه من باك جراوند. طبعا هنخش الموضوع ده وهنستعرض معاكم الموقع، بس اهم حاجه ما تنسوش تدعمونا بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس واي سبسكرايب رايت علينا تحت امركم. ويلا بينا نخش على موضوع حلقتنا عشان ما اطولش عليكم في مقدمه الفيديو. ورجعت معاكم مره ثانيه مع موقع بنتجري، الموقع مخصص لمصممي الجرافيك واللي محتاجين خلفيات او بيدوروا على قوالب الهواتف بتاعتهم او اي افكت او اي لوجو اي شعار اي صور خاليه من الباك جراوند. لو انت عايز تعمل لها مونتاج على برامج المونتاج الخاصه بيك او عايز تستخدمها بشغل خاص بيك، فانت لازم تخش على موقع بنتجري. الموقع بيقدم لك مجموعه كبيره جدا من سواء قوالب هواتف لو انت حابب او بتحب شغل المونتاج في قوالب الهواتف او شعارات او اي حاجات انت محتاجها في عمل صور مصغره لقنواتك على اليوتيوب، يبقى لازم برضو تخش على الموقع ده. الموقع يعني مميز جدا وبقدم لكم مميزات رهيبه جدا. طبعا احنا بنستعرض معاكم كميه الشعارات والقوالب وكل حاجات كتيره جدا موجوده في الموقع ده. فنيجي لاهم حاجه، لو انت عايز تحمل اي حاجه من دي بالتالي انت هتقف على الصوره زي كده وتعمل بي ان جي وتدوس داونلود. طبعا الموقع مشكلته الوحيده ان هو بيقدم لك تحميل صورتين بس فقط في اليوم. لو انت عايز تعمل او ترقي الحساب الى بريمير يبقى لازم تدفع مبلغ سنوي وشهري، ويعني هو محدد لك لو انت عايز تشترك اشتراك سنوي او اشتراك شهري بيحدد لك المبلغ اللي انت المفروض تدفعه او اشتراك مدى الحياه. فاحنا خلينا في الصورتين اليوميه وهنبدا نحمل الصوره دي. هتدوس تحميل وهتنتظر شويه وهيبدا يحمل معاك القالب او الشعار اللي انت عملت له تحميل. طبعا يا جماعه الموقع ده جميل جدا جدا، بيقدم لك مميزات رهيبه. طبعا هنا الملف بدا يتحمل. اتمنى انكم تستغلوا الموقع ده استغلال كويس، يعني حاولوا على قد ما تقدروا تستفادوا منه استفاده كبيره، لان هو يعني موقع مخصص لمصممي الجرافيكس طبعا ولكل الناس اللي هي بتشتغل مونتاج سواء في اي مكان او على قنوات اليوتيوب الخاصه بها. طبعا هنا عندكم مجموع الجرافيك تحت في الموقع واصل 4,262,656، عدد الصور هنا 3,522,271. طبعا الموقع ممكن تتابعه على الفيسبوك او تويتر، وطبعا ممكن تخش تعمل الاشتراك في الموقع وتبدا تعمل تصميمك وتبدا تربح من خلال التصاميم دي، ودي برضو ميزه كويسه جدا وخصوصا للناس اللي هي بتصمم صور وحابه تربح من خلال التصميم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم يا شباب، ما تنسوش تدعمونا بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس واي استفسار واي تعليق انا تحت امركم. واشوفكم في حلقه جديده من حلقات اي كي تيتش على اليوتيوب او قناه اسلام خليفه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.